أعلنت حركة حماس الفلسطينية حرصها على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط للمراحل ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى الفلسطينيين. في بيان للحركة، حمل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية اختلاق مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة.